لا ولا ولا. تخيل لو انت رحت تنام ونسيت باب شقتك مفتوح. طب تخيل لو انت ساكن في الدور الارضي ورحت تنام برضه ونسيت البلكونة مفتوحة. هو عادي في الطبيعي يا شباب، مش هيحصل حاجة بنسبة 99.5%. النص في المية دوت بقى ممكن يدخل لك يا قطة يا كلب يا حرامي. ولكن انا بقى يا شباب في لعبة النهاردة هخش انام وهنسى حاجة مفتوحة، بس انا معرفش ايه هي، يا البلكونة يا الشباك. ولو انا نسيت حاجة مفتوحة عم رمضان هيجي يزورني. فلو انت صايم يا معلم ارزع لايك حالا للفيديو دوت، ولو انت فاطر انزل قول تحت في الكومنتات انا فاطر، وشوف الناس هتعمل معاك ايه. وليتس جو. ده يا شباب لعبة النهاردة اسمها روح على السرير. هنعمل بلاي اهوت. بسم الله الرحمن الرحيم. المرحلة الاولى. يا شباب عملتوا لايك ولا لسه؟ انا حاسس ان محدش عمل لايك ولا ايه؟ الفيديو لسه ميت، محدش دايس لايك ليه يا جدعان؟ طب مش لعب غير لما تعملوا لايك. لا خلاص بهزر، انا هلعب يا شباب. عملتوا لايك شكرا. يلا بينا يا شباب نبتدي هذه الفقره الجميله. ايه ده بيقول لك روح السرير؟ ما هو السرير بس كده. ايه السهوله في دي؟ المفروض تقريبا يا شباب هو مين اللي طفى النور؟ انا ما طفيتش نور، نور اللي طفى لوحده. هيشتغلون يا شباب من بدايه اللعبه. بيقول لي انت قفلت باب الشقه يا عم. لا هو اداني مهمه وقال لي روح نام. لا انت هتهزر، انت هتهزر. ايه ده يا جماعه؟ في واحد ماشي في الشقه يا جدعان، في واحد ماشي في الشقه، ما بهزرش. ايه ده؟ لا 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 ولا ولا. شفتوا اللي حصل؟ شفتوا اللي حصل؟ طب هو اداني مهمة وقال لي روح نام، انتوا بتشتغلوا هنا ولا ايه؟ ايه ده؟ اوكي ريتي، ايه ريتي دي؟ ده في ايه يا جدعان؟ ايه ده؟ انتوا ما عملتوش لايك عشان كده انا بشغل غباء. اهو بيقول لي جو تو بيد، جو تو بيد، جو تو بيد، جو تو بيد. يا عم انا مش هروح يا عم على البيد يا عم. انا لو رحت البيد دلوقتي هياكلني. طب انا يعني الباب ده بيتفتح؟ ايه الجرافيك العالي ده؟ أول مرة أشوف جرافيك كده يا جدعان. تعالى يا شباب كده نطلع بره. ألو أيوه بيشتغل اهوت يا عم. ايوه في ثواني كده، ده شباك مفتوح. ماشي انا اقدر اقفل الباب. ايوه طب بص يا شباب، انا بعد ما قفلت الباب دوت كده بالقفل تمام الحمد لله، انا هسيب الشباك ده مفتوح المره دي ونشوف هيقول لي ايه. تعالوا كده يا شباب ننام، هيقول لي انت قفلت الشباك ولا لا؟ انا شاكك في كده. طب بس تعالوا كده يا شباب نجرب او نشتغلهم. طب تعالى كده يا شباب نشوف. بيقول لي انت قفلت الباب؟ هقول له لا. ايه رايكم؟ تعالوا نقول له لا. ها الحرامي بيخبط على الباب لا مقفول. ايه ده؟ بيقول لي انت قفلت الشباك؟ ده ما بينفعش معاهم مشتغلات دول يا شباب، ما بينفعش معاهم مشتغلات خالص. هقول له انا قفلته. يلا يلا. ها ها في واحد بيجري في البيت شباب، في واحد بيجري في البيت. ثواني هتخض. بالله عليك يا اخي ما تخضني، بالله عليك يا اخي ما تخضني. استنى بس. امين اتفضل تعالى لهم في حضن اخوك فواز. نجرب تاني، نجرب تاني. اوكي اوكي ليتس جو. احنا لسه عايشين الحمد لله. خلاص بقى اخدنا الخضه الاولانيه، مش هنتخض تاني يعني، مش هنتخض تاني. ماشي فين يا عم؟ خلاص بقى بتقول لي جو تو بيت. يا عم انا فهمتكم خلاص، لعبه ايزي يا جدعان. بصوا سهله جدا، اروح اقفل الباب دوت بالقفل زي ما انتم شايفين، وهروح اقفل الشباك دوت بالقفل برضه زي ما انتم شايفين. حاجه تاني؟ مفيش اي حاجه تاني تتقفل او ببان. اوكي تعالوا يا شباب ننام. انا نام، الباب بيتقفل لوحده، اللعبه بتقفل. قلنا شكرا للعبه، متشكرين، مش عايزين حاجه تاني. النور بيطفي لوحده كمان، هديه من اللعبه. تعالى بقى الاول سؤال، قفلت الباب؟ يا عم قفلت الباب، فككوا بقى. او الحرامي بيرزع سامعين؟ مش هتدخل، مش هتدخل يا حرام. يلا قفلت الشباك؟ قفلت الشباك، مش هتدخل يا حرامي، يا حرامي مش هتدخل. اهو مش عارف يخش، مش عارف يخش. افتح الشباك. ايه ده؟ هل انت فعلت السكيورتي سيستم بتاع البيت؟ هو البيت بتاعي في السكيورتي سيستم ولا معرفش؟ اقول له ايه طيب؟ يس ما هو يمكن السكيورتي دوت هو الباب ولا ايه؟ ايه؟ ده كسر ازاز بطوبه يا ابن ال، بتكسر ازاز بيتي بطوبه. انت مجنون يا اد. تعالى تعالى اقتلني عشان انا اللي هقتلك النهارده. حد يكسر؟ ادوني عصايه. خد يلا، انت لا بتكسر يلا باب بيتي يلا ولا شباك بيتي يلا ولا ولا. تعالى لي تاني، انا مش هحله النهارده، انا مش هحله النهارده. ده انا شيف لي ريقي. تعالى حظك ان احنا بعد الفطار، حظك ان احنا بعد الفطار. البصوره يا شباب بعد الفطار. ماشي تعالى كده، تعالى وريني انت فين. اقفل له يا ابني الشباك ده، مش... الباب ده مش بيجي من الشباك. استنى كده نادي عليه. ولا حرام ولا انا ساي. اقف يلا حرامي، امسك حرامي.
الجراب بسرعه. امسك يا عم ممدوح، امسك يا عم سعيد. ماشي اقفل يا عم الشباك ده كده. فين بقى السكيورتي سيستم؟ هو الريموت ايه البتاعة دي؟ هو سبحان الله. بص الشباب السكيورتي سيستم طلع مستخبي هنا مع اني ما اعرفش ازاي ما شفتوش. كده يا شباب، كده يا شباب فعلنا ايه سكيورتي سيستم. كده يا شباب البيت متامن من كل حاجه. وريني هيخش البيت ازاي. انا اقنعوني هيخش البيت ازاي. انا نفسي اعرف هيخش البيت ازاي. وريني. اهو قفلت الباب. نعم هيخبط على الباب. بص بيرزع مش هيعرف يخش. ها فيعمل لايك بقى لو هو ما عرفش يخش. فوانت كمان اعمل لايك، ما تبقاش بخيل، ده اللايك ببلاش يا اخي مش بفلوس. ماشي قفلت الشباك. قفلت الشباك يس. يلا فعلت السكيورتي سيستم. ها اكتبوها لي يلا. ايه ده بيكسر الشباك اهو، سامعينه بيكسر الشباك. ما ممكن يكسروا الطوبه. طب بس احنا عندنا سكيورتي سيستم، شغلت السكيورتي سيستم. بصوا كسر الشباك بطوبه، فالسكيورتي سيستم قفل البيت كله بالانذارات ايه ده؟ انت شلت السكاكين ازاي؟ هو هيخش؟ ما هو السكيورتي سيستم اشتغل يا جدعان، ولا هو بيخش بيدور على حاجه يجي يقتلني بيها؟ نو ما شلت السكاكين. سكاكين ايه دي اللي اشيلها؟ هو في بيتي سكاكين وانا الو بتهزرش؟ هو جاي جاي جاي. سامعين الصوت؟ في واحد جاي على اوضه النوم بتاعتي. سامعين الصوت؟ اهو دخل. مين بقى؟ مين؟ ولا 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 قتلني تاني. تعالى لي بقى. لا انا بقى هنا شغل دماغي هنا بقى شباب. انا كده بقى جت مرحلة تشغيل دماغ عبده منضو، عشان كده عيب يعني، كده كتير، كده كتير قوي يعني. حاسبه بقى كده، هو فين الراجل ده؟ هو فين؟ عشان انا تعبت. هو فين السكاكين اهي؟ شفتوا بقى السكاكين فين؟ ايه ده انا خدتها معايا. طب حلو والله، ده شال السكاكين خالص. ماشي يقفلوا الشباك ولا الباب؟ انا يا جدعان عمال اعكس ما بين الباب والشباك ليه؟ في ايه يا جدعان؟ ايوه السكيورتي سيستم كده، عملنا كل حاجة اهو. ما في حاجة تانية تتعمل؟ اشيل البرواز ده من مكانه. ممكن افتح التلاجة، افصل المية، اطفي النور. حاجة تانية اقفل يا عم الباب ده كمان، وطفي يا عم النور ده ما بيطفيش. اوكي هم بيطفوا لوحدهم. ورينا هتخش جوه انا عارف انت بتتفرج على الفيديو، انا عارف. وريني بقى انت هتخش عليا ازاي في البيت. وريني اهو قفلت الباب. بيكسر مش هيخش. نيكست. ايه هي اللي بعده؟ الشباك. هيحذف الشباك بالطوبه في المرحله اللي بعد دي ولا هنا بيحاول الشباب بيحاول يفتح الشباك. وريني وريني شطارتك، انا مستنيك فوق في اوضه النوم ونايم. يلا هو كسر الشباك، هو دلوقتي في البيت بيدور على اداه يقتلني مش هيلاقي. شلت السكاكين، شلت السكاكين. ايه ده؟ البوليس جه، البوليس جه، البوليس جه. قبضوا عليه، قبضوا عليه. حلو، يبقى السكيورتي سيستم يا شباب بيستدعي البوليس. اهو البوليس جه قبض على المجرم والحمد لله قبضنا عليه. ده كل ده احنا لسه في المرحله الاولى. يلا بينا يا شباب ننتقل للمرحله الثانيه. شكرا. ايه ده بقى؟ ستيشن 2 سبجكت بي. ماشي الموضوع بي. حلو قوي. ايه الاوضه؟ اوضه جديده. ايه اوضه الزباله دي؟ حاطيني في كابو. ماشي اوكي اوكي. هنا سله زباله وهنا سله هدوم وهنا مش عارف ايه. افتح يا عم الباب ده. ايه ده بقى؟ هنقفل الشباك طبعا. هنقفل الباب اوكي. هنشغل السكيورتي سيستم وليتس جو. تعالوا بقى يا شباب ايه نخش. استنوا بس كده يا شباب نتاكد مفيش مطبخ هنا. ثواني مفيش سكاكين. مصلحه يا شباب ان هنا مفيش سكاكين. حلو قوي. في خرده هنا، مفيش اي حاجه تانية تتشال. اوكي تعالى يا شباب بقى نخش كده في الاوضه وننام. ورينا هتخش علينا ازاي. ورينا يا باشا. حلو قوي. الصاله فاضيه الحمد لله، مفيش اي اداه يستخدمها. بيقول لي انت از ايه از هاوز. ايوه ياس. بيقول لي المنزل امن. ايوه ياس طبعا. ايوه ياس. في ايه؟ ار يو شور؟ ياس. ايوه ياس. يلا المرحله اللي بعدها. كسبت كسبت ايزي بيزي يا شباب، ايزي بيزي. ايه ده؟ بيقول لي روح السرير. ايه ده؟ انا فين؟ انا اتنقلت يا شباب. هو انا اتخطفت؟ انا اتخطفت؟ ده الراجل دخل عليا خطفني ولا ايه؟ شكله دخل عليا خطفني. في حاجه انا عملتها غلط. اي نيد تو ليف ناو. ادي باب اهو مقفول. ايوه الباب ده مقفول. ده باب شقتي ده انا اللي قافله دوت ولا ايه؟ استنوا بس استنوا بس، سامعين الموسيقى المرعبه ديت يا شباب؟ استنوا بس يا جدعان، ايه اللي حصل ده؟ تعالوا كده الدنيا ضلمه وانا مش شايف اي. ايه ده؟ عم رمضان، عم رمضان.
او ماي جاد، عمر رمضان في البيت ميت يا جدعان، ده سلبوته خالص. اللهم نصايب، هو فين يا جدعان المخرج؟ المخرج فين؟ فين المخرج؟ ايه ده؟ مخرج ايه مخرج ده؟ فين المخرج يا جدعان؟ فين المخرج؟ اه ده الباب. انا بلف حوالين نفسي في دايرة مغلقة، احتاج الى طريق. هذا هو الطريق، هذا هو. ايه ده؟ بيقول لي دوس ايه لايه؟ تيوز؟ ايه ده؟ ده الباب، ده الباب ده. لا لا مش ده يا شباب اللي احنا محتاجينه، احنا محتاجين نخرج من المتاهة ديت. اهو في طريق هنا، اهو في طريق هنا، اهو. ليتس جو ليتس جو ليتس. ده رجعني تاني صح؟ رجعني تاني؟ اه رجعني تاني عند عم رمضان الميت. لا اطلع بره، اطلع بره هنا. حلو قوي، حلو. هنلاقي بقى طريق تاني يا شباب. ايوه الباب اهو مقفول. حلو، يبقى الاوضه ديت يا شباب ما فيهاش غير الطريق اللي احنا جينا منه، والطريق اللي بيودي لعم رمضان المقتول دوت. تمام، حلو. هنروح بقى فين؟ هنمشي كده اهو، هنمشي كده اهو، هنمشي كده اهو، هنفتش هنا كويس. حلو، الاوضه دي، الاوضه دي بعد اوضه عم رمضان، فيها حاجه؟ ما فيهاش اي حاجه. ايه ده؟ استنى استنى، لقيت مفتاح، لقيت مفتاح، لقيت مفتاح، لقيت مفتاح. يلا بينا نروح على الباب اللي كان فين بقى، اللي كان هناك، اللي كان هناك. ايوه الباب اللي في اوضه الخراف المعلقه. فين بقى الباب استاذ باب؟ استاذ دور، وير ار يو؟ اهو اهو. ايوه فتحت الباب، ليتس جو. الى اين الان؟ للمخرج الاخير. يلا بقى سلم. حلو قوي، اطلع يا باشا على السلم. احنا قدها وقدود يا ولد، احنا قدها وقدود. بيقول لك انا محتاج طريق اخرج. احنا كده يا شباب صعدنا فوق السلم. انا نط من الشباك. اه بيقول لي الشباك مغلق يا شباب، بس في حاجه غلط يا شباب، انا مش عارف ايه هي. طب تعالى نشوف باب الشقه كده. ده باب الاوضه يا شباب مقفول برضو. الو الو، استنوا. ايه ده؟ ده الانذار سكيور سيستم مش شغال يا شباب، مش شغال. هو في ايه؟ في إيه؟ باب الشقه مقفول وانا اللي قافله بالترباس. اعمل ايه طيب يا شباب؟ انا مش عارف يا شباب اعمل ايه يا جدعان. يا جدعان قولوا لي يا جدعان اعمل، انا تعبت. طب انا اروح فين؟ اروح فين؟ ده المطبخ سكاكين. ايه ده؟ بيقول لي ما تقدرش تستخدم السكاكين. طب انا اعمل ايه؟ انا اعمل ايه دلوقتي؟ انا اروح فين؟ اروح فين؟ الو الو يا جدعان، انا فرطه كبيره، كل حاجه فصلت. ايه ده؟ بيقول لي انت شغلت الانذار؟ ايه ده؟ بس كده؟ انا كسبت؟ انا كسبت؟ بس كده؟ لا في حاجه غلط، في حاجه غلط. تعالى يا شباب نشوف ايه هو الغلط بتاعنا ونصلحه. تعالوا بقى يا شباب ندور على الغلط اللي انا عملته. بص يا شباب، احنا قفلنا السكيورتي سيستم لان انا اكتشفت مصيبه دلوقتي، وقفلنا الشباك صح؟ انا اكتشفت ان هنا كان في مطبخ فيه سكاكين، وهم سالوني هل انت امنت البيت بالكامل؟ دوست نعم، وانا اتريني الناس السكاكين، وضحكت على صاحب اللعبه، وانا اصلا ما ضحكتش على صاحب اللعبه، هي جت معايا بالحظ. تعالوا بقى اوريكم يا شباب، لو انا شلت السكاكين ديت ايه اللي ممكن يحصل لي. انا هنا قفلت الباب، ثواني كده اتاكد قفلتش الباب. بصوا انا هنا قفلت الباب بالقفل، وقفلت السكيورتي، وقفلت الشباك، وشلت السكاكين. المره اللي فاتت انا سبت السكاكين، فروحت خدت السكاكين وبوظت بيها جهاز الانذار. ده اللي حصل يا شباب في الحته اللي حصلت فاتت. تعالوا بقى نشوف يا شباب لو انا ما عملتش كده. بص بقى اللعبه بقى بتشغل دماغ عليا ازاي. بص بقى يا شباب وشوفوا اللي هيحصل من عبد مندو دلوقتي. بص بيقول لي انت امنت نفسك كويس؟ قلت نعم. متاكد يا جدعان؟ نعم يا جدعان. يلا بينا على المرحله الاخيره. هنا بقى مش هنهرب من البيت، هنا بقى عم رمضان هيجي لنا البيت. ده على توقعات يعني، مش من تاليف يعني ولا اي حاجه. يلا اهو بص دلوقتي هم حبسوني في البيت اللي انا مأمنه، اللي انا مأمنه. هنمشي في الطريق دوت، هنروح نجيب ايه المفاتيح منين؟ إيه؟ من الاوضه اللي هناك، اللي هي ايه اللي موجود فيها عم رمضان المرضان. ايوه المفاتيح هنا يا شباب. بصوا هنخش هنا ناخد المفاتيح وهنطلع ايه بره. اها يلا. طبعا يا شباب انا بشرح لكم بالتفاصيل الممله عشان خاطر لو انت هتختم اللعبه ديت ولا حاجه. طبعا اللعبه ديت موجوده مجانيه، اكتب بس اسمها وانت هتلاقيها. فتحنا الباب، هنخش بقى يا باشا فين؟ في البيت، هنخش في البيت. حلو، هنطلع هنروح البيت اللي احنا مأمنينه. ها اللي احنا مأمنينه، هم دلوقتي هيعملوا لك اننا احنا الحراميه، معرفش ليه. ماشي، احنا هنهرب من الشباك، قفلنا الشباك صح؟ صح، حلو قوي. هنقطع جهاز الانذار، طبعا بيقول لك دور على السكينه عشان تقطع بقى جهاز الانذار، بس احنا شايلينها. هنخرج من الباب، احنا قافلين الباب بالقفل ومحتاجين المفتاح.
فاحنا رحنا نجيب السكاكين عشان نقطع بيها البتاع، ما لقيناش السكاكين، فبكده يا شباب الله يرحمنا. طبعا اهو بيقول لي زير از اواي، بيقول لك مفيش طريقه للعوده اهو. بصوا بصوا في حاجه غلط، في حاجه غلط، بيقول لي ارجع مكانك تاني. استنوا كده يا شباب اتاكد. لا ثواني، مش دي اللي انا كنت متوقعها، انا قلت اللعبه هتخلص، اللعبه ما خلصتش يا شباب. بيقول لي ارجع. ايه ده؟ او ماي جاد، او ماي جاد، ايه ده؟ هو لعب رمضان. او ماي جاد، شفتوا اللي حصل؟ شفتوا اللي حصل؟ انا ما جبتش حاجه من عندي. مخ، هنا في مخ، هنا في مخ. تعالوا نكمل يا شباب. وبكده يا شباب يبقى ختمنا لعبة النهاردة. كانت لعبة جميلة جدا وذكية جدا ومسلية جدا، بس غباء الخارق هو اللي خلاني اعديها. فلو انت يا معلم عندك العاب جديدة يا ريت تكتبها لي تحت في رمضان بقى عشان نتسلى بيها كده ونلعبها يا شباب، وننزل لكم الفيديو في رمضان، وكل سنة وانتم طيبين ورمضان كريم علينا وعليكم ان شاء الله. يا ريت يا معلم بقى تسيب لي كومنت كده جميل ورايق زيك كده يا كبير، واشوفكم الحلقة الجاية او القادمة ان شاء الله. وما تنساش تتفرجوا على سلسلة محاكي، كان اسمه محاكي ايه؟ محاكي السوبر ماركت. اه بتشوف السوبر ماركت عبده ممدوح، والله نسيت يا جدعان من كتر المحاكيات يا جدعان. ورشحوا لي يا شباب العاب جديده. اشوفكم الحلقه الجايه. سلاموز بالقشطه والمانجا والموز.